السلام عليكم، صباح النور، نهاركم مبروك. ان شاء الله فيديو جديد، يا ربي يعجبكم. اليوم غادي نديرو كيكه تقريبا، غادي ندير واحد بحال ديسير بحال ان كيك بارد. وابسط حاجه المكونات عندنا هنايا كيكه اللي بقات لك، كيكه اللي بقات لك كتشيط ما ترميهاش، ديريها في الثلاجه ولا في الفريغو تتبغيها وتجبديها فرتتيها غير بيديك. هنايا عندي كيكه ديال الحامض، ياك عندنا لي زيست ديال الحامض، قشورة الحامض محكوكين، عندنا عصير الحامض كاس صغير، عندنا سيترو الحليب، عندنا الزبده تقريبا 3 المعالق مذوبين، والسنيده 3 المعالق. هنا دابا غادي نمروا للطريقه ديال التحضير. هنا عندي كناخذ ان بول كنديروا فيه ديك الكيكه ديالنا اللي فرتتناها من قبل غير بيدينا. ثقوا بيا كتجي زوينه وسهله، ما فيهاش شي مقادير كثيره ولا. كنزيد عليها هذيك الزبده اللي ذوبنا بحال هكا، كلها وكنبقاو ندخلوها بحال هكا حتى كتعلك لينا وكتشربها الزبده. صافي نديروها في المول. هنا كيف ما كتلاحظوا انا درتها في مول، فرجت بابي كويسون بابي الومنيوم ودرتها، درت سميتو. دابا غادي نبدا نضغط عليها بحال هكا باش تشد ليا الفورمه ديال المول بحال هكا. ومن بعد انا كندخلها الفران، كندخلها الفران بحال هي كتقرمل غير واحد شويه صافي، وكنخرجها ونتلاقاو باش نصاوبوا الكريمه. ها هي كي كتخرج كتحمر، انا عزيز عليا تحمر بحال هكا، ما نكذبش عزيز عليا بحال هكا صافي. ومن بعد نصايبوا الكريمه. ها هي كيف ما كتلاحظوا جبدتها، درتها في التبصيل. دابا غادي نمشيو للمكونات ديال الكريمه. انا نسيت قبيله ما قلتش لكم الدقيق، 3 المعالق ديال الدقيق. غادي ناخذوا الحليب، غادي نخلط كله السيترو ديال الحليب كويس ديال تقريبا حامضه معصوره، وزدت عليها شويه الماء بحال هكا. لي زيست ديال الحامض، قشورة الحامض. هنا عندنا السنيده على حسب الذوق. هنا انا درت 3 المعالق بحال هكا، وعندي هنايا 3 المعالق ديال الدقيق بحال هكا، وغنجيبو باش نطهبو هكا. نخلط كلشي ونديرو فوق البوطة. عندنا هاهي الكريمة فوق البوطة، منيا تعقد غادي نضيف ليها جوج طروفات ديال الزبدة. هنايا قيمت معلقة كبيرة ديال الزبدة، هنايا جوج طروفات صغار ماشي كبار ديال الزبدة مع التحريك صافي. نعمرو هنايا، هاي بدات كتعقد، غادي نزيد ديك الطروفة ديال الزبدة، نحرك مزيان. وهنا كنخوي الكريمة، صافي نديرها بحال هكا صافي وندخلها تبرد. والمنظر ديالها كي كتجي من بعد ما كنخرجوها من الثلاجة كنزوقوها، ها نتوما كيف ما كتشوفوا. هنايا زوقتها بالشوكولات، هذا راه كيتباع عند صحاب الحلويات والحامض. وها هو المنظر ديالها النهائي، راه كتجي بنينة 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 بزاف بزاف وسهلة. الصحة والراحة بصحتكم.